أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الدين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. قبل أن نبدأ نتضرع إلى الله تبارك وتعالى في الدعاء لمولانا صاحب العصر والزمان، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، إذ أنه هو إمام زماننا، وهو الذي نستذكره في كل أيامنا ومناسباتنا في أفراحنا وأتراحنا وأحزاننا. فندعو الله تبارك وتعالى جميعا بدعاء الفرج لسلامة المولى صاحب العصر والزمان جميعا إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا. وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: عندما نظر إلى بعض الأطفال، ويل لأولاد آخر الزمان من آبائهم، فقيل: يا رسول الله، من آبائهم المشركين؟ قال: لا، من آبائهم المؤمنين. لا يعلمونهم شيئا من الفرائض، وإذا تعلموا أولادهم منعوهم ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا، فأنا منهم بريء وهم مني براء أو براء. أسعد الله أيامنا وأيامكم بذكرى ولادة النبي الأعظم سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. وبذكرى ولادة ولده الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه، رزقنا الله وإياكم زيارتهما في الدنيا والآخرة وشفاعتهما في الدنيا والآخرة، ووفقنا لاتباعهما في الدنيا والآخرة ببركة الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قبل أن نبدأ إن شاء الله بالاستفادة من بعض دروس النبي الأعظم صلى الله عليه وآله والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، نستذكر الشهداء الذين قتلوا غدرا في هذه الأيام في لبنان، وكذلك الشهداء والمرحومين من المؤمنين والمؤمنات أينما كانوا في الأرض، ونقرأ لهم الفاتحة ونهدي لهم الصلاة على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسن الله عليكم والديكم، أحسن الله عليكم، أحسن الله عليكم والديكم. نحن في هذه الأيام وبطبيعة الحال وهو واضح أننا نحتفل بهذه المناسبات العطرة الميمونة، وحق لنا ذلك، إذ أن من أعظم الأيام التي مرت على هذا الكون يوم بزوغ نجم رسول الله صلى الله عليه وآله في هذا العالم، واليوم الذي أضاء العالم بنوره صلى الله عليه وآله وسلم. ولله الحمد، المؤمنين والمؤمنات يفرحون بهذه الأيام وبهذه المناسبات، وهم مصداق لقولهم صلى الله عليه مجمعون: شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وعجنوا من ظاهر ولايتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا. طبيعة الحال أن المؤمن والمؤمنة يفرح تفرح الأيام، تحزن يحزن للمناسبات التي مرت، خصوصا في شهر محرم وصفر وغيرها كذلك.
والحمد لله هذه نعمة، نعمة هذه المجالس، نعمة هذه الجلسات التي يذكر فيها أهل بيت العصمة والطهارة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ويستفاد من كلماتهم ومن تعاليمهم صلى الله عليه أجمعين، ومن تعاليم الرسول والإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. الاستقامة، استقامة الآباء ونجاة الآباء والأمهات في هذه الأزمنة الصعبة والعسيرة. تكلمنا مع الشباب والشابات كذلك من المؤمنين والمؤمنات حول الاستقامة في هذا الزمن وفي هذا الوقت الذي كثرت فيه الفتن والابتلاءات والصعاب والمشاكل والاختبارات، ولكن بطبيعة الحال هناك مسؤوليات ومسؤوليات على عواتق الآباء والأمهات. ونستلهم محاضرتنا إن شاء الله الليلة من هذا الحديث المروي عن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الموضوع نشير ونتكلم بمحاور ثلاثة إن شاء الله تعالى. المحور الأول أهمية تعليم الفرائض للأولاد والأبناء والبنات، وثانيا السماح بالاختلاط بالصحبة الصالحة والمشاركة في الأعمال الصالحة، وثالثا ترتيب الأولويات عند الطرفين أي عند الآباء والأبناء إن شاء الله بعد صلاة على محمد وآل محمد. أولا نشكر الآباء والأمهات على حسن تربيتهم، وشفنا نموذج من هذا الحسن التربية من الفتيات والأشبال اللي قرأوا الأحاديث وكذلك الأشعار والقرآن الكريم، وحقيقة نفتخر بهالفتيات وبهالمؤمنين والأشبال اللي أمننا بهم إن شاء الله المستقبل، وحقيقة هذا يدل على حسن التربية من الآباء والأمهات. فممكن هذا الكلام راح يكون كلام من عاد عليكم، يعني مو فد شيء جديد عليكم، ولكن ننبه المؤمنين فإن الذكرى تنفع المؤمنين. أول شيء الرسول صلى الله عليه وآله في هذا الحديث نبه على أهمية تعليم الفرائض، وقال من أهم مشاكل هؤلاء الآباء الذين ذكرهم في آخر الزمان أو في هذا الزمن الذي نحن نعيش فيه هو أنهم لا يعلمون أولادهم الفرائض. من أهم حقوق الأولاد على الآباء تعليمهم الفرائض، ولذا نرى أن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه يقول لولده الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه بعد المضي من صفين، وهذه رسالة، رسالة 31 من كتاب نهج البلاغة. طبعا تدرون أنه نهج البلاغة مقسم إلى خطب ورسائل وقصار الحكم كذلك. رسالة 31 من نهج البلاغة وصلت الإمام أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه لولده الإمام الحسن المجتبى صلوات الله وسلامه عليه، رسالة طويلة ولكنها عميقة وفيها معاني كثيرة ونافعة جدا جدا في التربية، خصوصا في تربية الشباب. الإمام سلام الله عليه من يريد يتكلم عن تربيته لأولاده وخصوص الإمام الحسن المجتبى سلام الله تعالى عليه يقول: ابتدأتك بتعليم كتاب الله وتأويله، أول شيء علمتك إياه يا بني يا أبا محمد يا حسن المجتبى هو كتاب الله وتأويل كتاب الله، أنه كونت لك، سويت لك علاقة بينك وبين كتاب الله عز وجل. هاي العلاقة اللي بيها نجاح الدنيا قبل الآخرة، بيها فلاح الدنيا قبل الآخرة. وتأويل القرآن، تأويل القرآن يعني القرآن وآياته على من تطبق في هذا الزمن حتى تعرف من اللي مع القرآن ومن اللي ضد القرآن. ابتدأتك بتعليم كتاب الله عز وجل وتأويله وشرائع الإسلام وأحكامه وحلاله وحرامه. شرائع الإسلام حلال وحرام، أول شيء أنا علمتك إياه يا ولدي هالتعاليم، القرآن والحلال والحرام. ثم يقول الإمام: لا أجاوز ذلك بك إلى غيره، يعني ما راح أعلمك شيء ثاني قبل ما أعلمك هذه الأشياء، لأن هي الأولوية، هي الأساس. من أهم مسؤولية، من أهم مسؤوليات الآباء على أولادهم والحقوق الأولاد على آبائهم تربيتهم وتعليمهم هذه التعاليم، القرآن، الأحكام، الحلال والحرام، خصوصا الأحكام التي ترتبط ببداية بلوغهم. يعني مثلا احنا نعرف أنه أكو بعض الأعمال، أكو بعض الأحكام ما تنطبق على الإنسان بمجرد ما يصير بالغ، أو الفتاة عند بمجرد ما تبلغ الرشد،
مثلا حاج، فمو مباشرة من يعني يبلغ الولد يعني لازم يروح الحاج، لا، بس أكو أحكام، لا، طهارة، صلاة والصوم، هذن الأشياء بها أحكام، الوضوء والغسل. وللأسف أكو آباء، وما أكون من الحضور إن شاء الله تعالى، أكو آباء مقصرين في الناحية، يعني أولاده ولده يعني يتربون سنين 15 16 17 20 سنة، هو أساسا ما يعرف أن يكون شيء اسمه غسل، أساسا ما يعرف، فضلا عن كيفية الغسل وأنه شروطه وأنه لازم تكون على طهارة من تريد تصلي وكذا. فأكو أحكام أولويات اللي الأئمة سلام الله عليهم حثوا عليها بالخصوص، من ضمنها الصلاة والصيام مثلا. فالإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه ونحن في أيام ولادته صلوات الله وسلامه عليه يقول: إنا نأمر صبياننا بالصلاة إذا كانوا بني 5 سنين. إحنا أهل البيت إحنا نعلم أولادنا الصلاة إذا بلغوا عمر 5 سنين. خب، فماذا تأمرنا به يا ابن رسول الله؟ فمروا صبيانكم بالصلاة إذا كانوا بني 7 سنين. أنتوا اللي عليكم، إحنا نعلم أولادنا وهم على الصلاة اللي هم أعمارهم 5 سنين، أنتوا علموهم وهم أعمارهم 7 سنين. هسه ليش؟ هل لأنه أكو تفاوت بيننا وبين أهل البيت؟ ربما، لأن بالتالي أولاد أهل البيت سلام الله عليهم أرفع مقاما، وبالتالي قربهم لأهل البيت هذا يعني يخليهم أنه يتعلمون أكثر وأسرع ومقامهم أعلى عند الله تبارك وتعالى. أنتوا مسؤوليتكم شنو؟ علموهم عندما يبلغوا 7 سنين. سؤال: الفتاة أو الولد اللي بلغ أو بلغت 7 سنين، هل هي بالغة أو لا؟ هل هو بالغ أو لا؟ طبيعة الحال لا، حتى الفتاة مو بالغ بالعمر. بس الإمام قاعد يأكد على فكرة مهمة جدا، وهي تعويدهم على هذه الأحكام، بحيث يوم اللي يوصلون إلى سن الرشد، الصلاة، الصيام، هذه الأشياء، الوضوء، الغسل وإلى آخره، مو أشياء جديدة عليهم، مو أشياء ما يعرفوها فد مرة نصدموا بها. يلا اليوم، البارحة أنت ما كنت تعرف أنه أكو شيء اسمه صلاة، اليوم لازم تصلي 5 مرات باليوم، لازم تصوم شهر رمضان طول شهر. فالإمام سلام الله عليه يقول: من هالعمر علموهم. والحمد لله المؤمنين والمؤمنات ما مقصرين بهذا الشيء. ثم يكمل الإمام سلام الله تعالى ويقول: ونحن نأمر صبياننا بالصوم إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقهم الصيام اليوم. خو الصوم مو واجب عليهم إلا إذا وصلوا سن الرشد، بس يقول احنا نأمرهم بالصيام إذا كانوا 7 سنين بما أطاقوا، مثلا يتحمل 5 ساعات 6 ساعات، نص النهار يصلي الظهر وبعدين يفطر، ماكو مشكلة. ليش؟ لأن الأساس تعويده وتعليمه، مو أنه الآن واجب عليه، بل أنه حتى شوية شوية يتعود، يوم اللي يوصل البلوغ متعود على هذا الشيء، وشيء طبيعي وسهل وعادي عنده. فالإمام يقول كذلك: فمروا صبيانكم إذا كانوا بني 9 سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم، فإذا غلبهم العطش أفطروا. بعد يوم اللي يوصلون عطش شديد أو جوع خليهم يفطرون، ليش؟ واجب أساسا. بس المهم أن أنه الإمام صلوات الله وسلامه عليه يؤكد على أهمية تعليم هذه الفرائض. مشكلة هؤلاء الآباء اللي ما أكون من الحضور إن شاء الله منهم حتما، أنهم أساسا تعليمهم الفرائض ما عندهم هذا الشيء، ما عندهم الفقرة، الفقرة ما موجودة عندهم. ومو بس الفرائض، هم من مسؤولية الآباء كذلك تعليمهم العقائد الحقة، مثلا تعليمهم التشهد بالشهادتين، مثلا الآداب كذلك، الأحكام، التاريخ، الحياة، حتى الحياة شلون واحد يعيش حياة بنجاح، شلون يعرف مجاري وقوانين الحياة. الأئمة سلام الله عليهم أكدوا على أولادهم وعلى شيعتهم هذا الشيء. مثلا الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول: أدبني أبي بثلاث. أنا الإمام الصادق يقول أبويا اللي هو الإمام باقر صلوات الله وسلامه عليه أدبني وعلمني 3 أشياء، يعني مو يعني فقط 3 أشياء، بس أكو 3 أشياء علمني إياها والدي وأنا أذكر لكم إياها. الشغلة الأولى: قال لي: يا بني، من يصحب صاحب السوء لا يسلم أو لا يسلم. أعطيك فت قاعدة: اللي يصحب ويصير صاحب وصديق الشخص اللي هو صاحب سوء لا يسلم، لا يسلم من الذنوب، لا يسلم من المشاكل، لا يسلم من نظرة الناس السلبية تجاهه. ومن لا يقيد ألفاظه يندم، الشخص اللي ما يلزم لسانه ويحكي كل حكاية اللي يريدها، هذا ماذا يقول عن الإمام؟ يندم. طبيعة الحال الإمام قاعد يعلم أنه أكو فد قانون، أنت لازم تلتزم، تلزم لسانك، شوف كلام إذا ما بي موقع، ما بي صحة، راح يأثر سلبيا، ما تحكي طبيعة الحال.
فالإمام يقول ومن لا يقيد ألفاظه يندم ومن يدخل مداخل السوء يتهم. شخص اللي حط مكانه مكان مشبوه مكان بنظرة سيئة من الناس خب بالتالي يتهم طبيعة الحال. فحتى هالأشياء لهم سلام الله عليهم كانوا يؤكدوا على أولادهم وعلى شيعتهم تعليمهم للأولاد. صلوا على محمد وآل محمد. والمشكلة أنه المحور الثاني وهو السماح بتعلم هالأحكام وهالفرائض والاختلاط بالصحبة الصالحة والمشاركة في الأعمال الصالحة، أنه للأسف بعض الآباء مو بس هو ما يعلم أبناءه أو ولده عن الأحكام، حتى من يشوف أنه هو عنده رغبة بهالشيء يمنعه. حجة شنو؟ أنه حجة صار مدين براسي، أو مثلا شايف روحك أحسن مني، مثلا أنت تهتم بصلاة وصوم وكذا، يعني تقول أنه أنا يعني ناقص مثلا، يعني أكو ناقص فيا وأنت أحسن مني، أو على قولتهم يقول شنو بالبريك، خلاص بالبريك مثلا. أكو أشياء البعض للأسف وماكم من الحضور الحمد لله، مثل ما هو واضح وشفنا من الفتيات والأشبال كذلك من قراءتهم ومشاركتهم، لا هو يريد يلتزم ولا يريد يخلي أولاده وبناته يلتزمون كذلك. فيقول الرسول صلى الله عليه وآله وإذا تعلموا أولادهم منعوهم. وللأسف النتيجة تطلع أنه لا هذا الولد يطلع ملتزم ومهتم للدين ولا الأب، فتناتهم خسروا الدنيا قبل الآخرة. صحيح للأسف أكو فد موجة وموجات من التاريخ وإلى الآن وإلى الأبد ممكن أنه شباب تايها بالتالي، يعني تحب الدين يعني ظاهرا ملتزمة بالدين، بس شو مثلا من الشباب المتحمس المتطرف صحيح يحتاجون إلى توجيه وإرشاد، بس هذا ما يبرر أنه إبعادهم تماما عن الدين. هو هذا اللي للأسف نشوفه، أنه إذا يريد مثلا أبو مثلا يقول إذا يريد يصير متدين راح يصير متطرف ومتعصب وكذا، لا مو ضرورة، يحتاج إلى توجيه. أنت توجهه، أنت ترشده، من مسؤوليتك أنه توجهه وترشده. والحمد لله احنا نشوف هذا الشيء بهالتجمع المبارك ولله الحمد. واكو قصص تبين اهميه وتاثير هذه التعاليم والتعليمهم وسماحهم بالتعلم والالتزام بالدين، نذكرها بعد الصلاه على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. قصه اولى، احد العلماء يذكر انه والد يذكر هالقصه، يقول احد المؤمنين جاني وزارني وقال لي أنه إحنا نشتغل بشركة نفط وعندنا واحد يشتغل ويانا صبي، بس هو يعني أخلاق عنده ولين وشخص محترم وزين. فالسيد العالم قال له خب جيب لي هذا الرجال الصبي خلنا نشوفه، خلنا نقعد ويانا نسولف وياه. خب استدعوه جابوه، طلبوا منه أنه أكو هذا السيد العالم يريد يشوفك يقعد وياك يسولف وياه، فجابوه قعد وياه سولف وياه ناقشه إلى أن اقتنع وصار متشيع وصار شيعي على يد هذا العالم. خش يقول بعد فترة أنا إجيت، عفوا هذا الشخص إجا وزارني هم مرة ثانية وجبت أسولف وياه تعاليم الإسلام وكذا وكذا. من ضمن التعاليم قال أنه عندنا إحنا أنه من المستحبات المؤكدة أنه الطفل أو الطفلة عندما يولد أو تولد يؤذن بأذنه اليمنى ويقام باليسرى. فهذا يقول أنا شفت الشخص هذا استغرب من كان صبي قبل وصار شيعي مسلم، استغرب تعجب. فقلت له أنت متعجب؟ قال لا أنا معجب. قال له شلون؟ شنو اللي يعني شنو الداعي؟ شنو ليش يعني؟ قال حقيقة أنا سمعت من والدي أنه من أجيت للدنيا أخذوني لفد عالم، وهذا العالم يعني وسوس بتشي بإذاني اليمنى واليسرى، تاني ما عرفوا شنو اللي قال هذا العالم. بس يقول أنا فالإحساس عندي طول حياتي إلى أن أسلمت أنه عندي فتحنية تجاه الإسلام. بعدين هسه اكتشفت يوم اللي أنت قلت لي أنه أكو فتشية إذا أذان باليمنى والإقامة باليسرى، أنه هذا تأثير هذا الأذان والإقامة، يعني مو بس تعليمهم يوميا الصلاة والصبح، حتى هذا الإذان أذان والإقامة في اليمنى واليسرى خلى أنه هذه الحنية تكون داخل هذا الولد إلى أن أسلم. بعدين بعد سنين من كبر وعاش كل حياته غير مسلم، بس يقول أنا كانت حنية داخلي تجاه الإسلام. هذه قصة واحدة أنه تبين تأثير وأهمية
هذا التعليم حتى من ذاك العمر، حتى من هذه الطفولة. قصة ثانية نذكرها بعد الصلاة على محمد وآل محمد. الله هاي قصة ولا تفتهموها أنه يعني تقول أنه الكل لازم يطبق القصة بحذافيرها، بس نموذج. أحد العلماء يقول كان أكو طالب في أصفهان من قرى أصفهان اللي هي في إيران، وهذا الشخص قروي كان عنده ابن مهتم بالدين وعنده رغبة بالحوزة الدينية ويريد يدرس وإلى آخره. فهي كان يسأل والده، يطلب من والده أنه خليني أروح أسجل بالحوزة أتعلم أصير حوزة طالب علم، وما كان يقبل منه. كان يقول له يابا ترى الحوزة بها جوع وبها تعب وبها فقر، لا تروح. كان يعني ينصح يعني بالتأهيل. الآن أصر عليه لأنه خلاه هذا يروح يسجل بالحوزة. هذا الولد كان عمره 14 سنة ذاك الوقت، وكان يطلب منه أنه مو يروح مثلا في مدينة بعيدة، لا نفس مدينة أصفهان بس في مكان ثاني أكو مدرسة حوزوية. يقول هذا يوم اللي قبل أبوه أنه يروح، قبل إيده وباسه وتوجه للقبلة وقام يبكي. قام يبكي. الشيخ يعلق يقول أنه حس أنه وأخيرا الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف قبل أنه يكون خادم عنده. بالتالي هذا الطريق طريق العلماء، طريق الأئمة سلام الله عليهم. فيقول فعلا شال غراضه، فراش وبطانية ومخدة وأشياء اللي عنده، أشياء بسيطة، وراح سجل بالحوزة ودخل بالحوزة. يقول مرت في فترة أبوه بالتالي جاي يعني إجا حتى يتفقد أحواله، يشوف أخباره شلونه وصحته كذا. فدخل الحوزة، شاف حوزة بسيطة عتيقة، مثلا حيطانها مو فتشي والغرف مو فتشيها، وشاف ابنه عايش بفقر على قولتهم، شافه عايش بهالحالة. قال له أنا مو قلت له لا تجي تسجل بهالحوزة، ما بيها إلا الجوع والفقر وتعاسة الحياة وكذا. فهذا الولد الخطيئة بالتالي 14 سنة عمره تأثر بكلام أبوه. يقول أنا ذاك الوقت توجهت للإمام صاحب الزمان سلام الله تعالى، قلت له يا صاحب الزمان لا تخليهم يظنون أنه ما عندي سيد وشخص يراعيني، أنا جاي هنا تفرغ دراسة الحوزة وجاي لتعلم الدين، لا تخليني لا تفشلني يعني أمام والدي وأمام الناس. يقول خوش. هذا الأبو جاب وياه، كان جاب وياه خبز وشوية ممونة يعني أشياء تساعده. راد يطلع السهم، صار الليل قريب الليل، راد يطلع شاف الباب مقفولة. فالباب مقفولة والخادم ما يدري وين صار، يعني ما يدرون وين صار والمفتاح بيته. فاضطر أنه الوالد ينام عندهم والبات عندهم هاي الليلة. قال خوش لازم البات عندك، بس أنت عندك بس لحاف واحد وفراش واحد ومخدة واحدة وسراج ماكو وضوء ماكو، شو راح ننام؟ فانوس ماكو. فيقول ذاك الوقت اندق باب الحوزة. طبعا أبوه هم مرة ثالثة عاتبه على هالحالة، لأن قالت يعني تعالى ورثتني هماني وراك، وما قال له هذا الشيء بس يعني الآن لسان الحال. فيقول الولد راح فتح راح يفتح الباب، بس الباب مقفول مو. فالشخص قال له افتح الباب انت بس ادفعها والباب تنفتح. فعلا فتح الباب وشاف انه هذا الشخص امامه، انطاه مبلغ من الفلوس، مبلغ من المال، وانطاه فحم وقال روح بغرفتك دام مكان راح تنقي شمعة، اشعل الشمعة واستفيد منها وخليهم يعرفون انه انت عندك صاحب وشخص يراعيك. فيقول الولد هذا رجع للغرفة، شاف ابوه سأله شنو اللي صار. قال في اللحظة خلي اتأكد من هالمعلومة بعدين اقول لك شنو اللي صار، اذا طلع كذا بخو ما راح افشل روحي مرة ثانية. فصعد راح المكان بالغرفة، شاف الشمعة وطلعها واخذها. قال القضية كاتو كاتو، شخص اجا وقال انه لا تخليهم يفكرون او يعتقدون انه انت ما عندك صاحب وشخص يراعيك. طلع انه تبين انه هذا هو صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فالابو شاف هذا الشيء قال له انت ما عليك، انت استمر كمل دراستك. الشيخ يعلق يقول تدرون من هو هذا العالم، هذا طالب العلم اللي استمر ببركة هالقصة صار عالم كبير؟ هو المرجع الديني السيد أبو الحسن الأصفهاني رحمة الله تعالى عليه. من هالقصة نشوف تأثير الأب سواء كان إيجابيا أو سلبيا على الابن،
وتعليمه والتزامه تأثير كبير جدا. والآباء والأمهات بالتالي مسؤولون عن هذا. فماذا أقول أنه كل طالب كل أب كل أم لازم يدفعون أولادهم هذا الاتجاه، بس تشجيعهم على هذا الشيء مهم وضروري ومن مسؤولياتهم. صلى على محمد وآل محمد. آخر محور وننهي به الكلام إن شاء الله تعالى، الرسول صلى الله عليه وآله كمل الحديث ويقول: ورضوا عنهم بعرض يسير من الدنيا. للأسف عن بعض الآباء والأمهات الموازين ما معتدلة، مو صحيحة. المهم عنده أنه هذا يطلع وظيفة محترمة، دراسة محترمة، دراسة جيدة، وكل هذا صحيح وممتاز وضروري، وما حد يقدر يجي يقول أنه لا الدراسة مو زينة والدراسة ما لها أي قيمة ووظيفة محترمة ما لها أي قيمة. لا بالعكس، ضرورية وممتازة، ونشجع الآباء نشجع الأولاد على هذا الشيء. بس الكلام أنه النجاح والفلاح والسعادة مو بمجرد الوظيفة والدراسة، بل هذا جزء وأكو جزء أكبر وهو الالتزام بالدين. الأب ما يقتصر على أنه ابنه دخل بجامعة مرموقة، ولا أنه بنته دخلت بجامعة مرموقة أو أخذوا وظيفة محترمة ممتازة وجيدة، بل ما يكتفي بهذا الشيء، يدفع كذلك بالاتجاه الديني، يدفع كذلك بالالتزام بالدين. ليش؟ لأن خصوصا لأن الدنيا لا شيء مقارنة بالآخرة. يعني أنت مهما كنت تريد تعيش حياة سعيدة بهالدنيا ما لها مقارنة بالآخرة. يقول الرسول صلى الله عليه وآله، تكلم عن الآخرة وعن الجنة والنار والدنيا، يقول: فلو أن أحسن الناس نعيما في الدنيا وأطولهم فيها عمرا من مخالفين، يعني من أعدائنا، غمس يوم القيامة في النار غمسة، يعني حطوه في اللحظة نار جهنم نعوذ بالله وطلعوه. هذا الشخص اللي كان عايش حياة حلوة وسعيدة وعنده كل الأموال والبيوت والقصور وإلى آخره، ثم سألوه هذا الإنسان اللي دخلوه نار جهنم نعوذ بالله لحظة واحدة: هل لقيت نعيما قط؟ أنت شايف خير بحياتك؟ لقال: لا. بعد هاللحظة نار جهنم نعوذ بالله. يقول: لا، أنا ما شفت أي خير بحياتي. وبالعكس يقول: ولو أن أشد الناس عيشا في الدنيا وأعظمهم بلاء من موافقينا وشيعتنا غمس يوم القيامة في الجنة غمسة، ثم سئل: لقيت بؤسا قط؟ شخص كان عايش حياة كلها ضيم وفقر وتعاسة وجوع، فاللحظة دخلوه بالجنة وطلعوه، سألوه: أنت شايف شر وسوء بحياتك أبد؟ لقال: لا. فما ظنكم بنعيم وبؤس هذه صفتهما؟ فذلك النعيم فاطلبوه وذلك العذاب فاتقوا. لا سمح الله البعض والحضور بعيد من هذا يكون مصداقا لكلام النبي صلى الله عليه وآله في ذيل هذا الحديث: فأنا منهم بريء وهم مني براء أو براء. احنا جايين نحتفل بمولد الرسول صلى الله عليه وآله، وكل أملنا وكل آمالنا وطمعنا بأن نكون من السائرين على نهجه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله، ونأمل من الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من شيعته وكذلك من شيعة الإمام جعفر بن محمد الصادق، ونحتفل بذكراهم ونأمل ونسعى بأن نكون على نهجهم فكرا وقولا وفعلا إن شاء الله تعالى، نتمسك بنهجهم لأننا نعلم أن لا فلاح لنا إلا بالتمسك به، وخصوصا في هذا الزمن، ونسعى لأن نربي أجيالنا على ذلك أيضا. هذا، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.